تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء قناة تيتا شو، يا رب تكونوا بألف خير وبألف هنا. النهاردة جاتلي رسالة من صديقتي نهاد بتتكلم عن رؤية عن الحليب واللبن، الحليب يعني والبليلة. أنا كنت عملت قبل كده فيديو عن البليلة، فقلت أعمل فيديو عن اللبن الحليب وتأويلاته. اللبن الحليب له تأويلات خير كتيرة جدا، لأن لونه أبيض وفوائده كتير كتير جدا للكبار والصغار، وعلاجه لأمراض كتيرة في الجسم زي هشاشة العظام ونقص الكالسيوم وكتير جدا، فله تأويلات خير كتير. الحليب أيضا يدل على رزق الرائي أو الرائية، فإن كان كثير دلت الرؤية على كثرة رزق الرائي وحظه السعيد، وطبعا العكس صحيح. بتختلف الرؤية والتأويل لكل شخص حسب حالته، فالمتزوج يختلف عن المتزوجة، والعازب يختلف عن العزبة، والحامل والمطلقة والأرملة تختلف عن غيرها. بالنسبة لشر رؤية الحليب في المنام، يكون في بيع الحليب أو شرب الحليب الفاسد أو تناول الحليب من الخنزير مثلا، أو امتناع الحليب عن النزول من ثدي المرأة. هذه الرؤى تكون رؤى غير محمودة التأويل، وتدل على صعوبة العيش وذهاب المال والفقر. أما عن الخير في تفسير حلم أو رؤية الحليب في المنام، فيعني كتير ولا يعد ولا يحصى، وهنقول بعض الأمثلة له. فاللبن الحليب رزق للرائي كثير جدا، ربما يكون ترقية في عمله أو وظيفة أو حمل لزوجته أو زواج لأحد أبنائه. شرب الحليب يدل على انفراج الهم وزوال الغم وحل المشاكل. فمن رأى في منامه أنه يشرب لبنا حليبا وكان عازبا يتزوج، وإن كان طالب تفوق، وإن كان مسجون نال حريته. أما إن كان مظلوما ورأى نفسه في المنام يشرب الحليب، فإنه تظهر براءته، وإن كان تاجر يحصد ربح من تجارته، والله أعلى وأعلم. نزول الحليب من ثدي المرأة هو زواج لمين؟ للعزباء، وحمل للمتزوجة. يعني العزباء إن رأت نفسها ينزل من صدرها لبن حليب فهو زواج لها، أما المتزوجة إن رأت ذلك فهو حمل لها إن شاء الله. المتزوج بقى إن شرب الحليب في منامه فسوف يرزقه الله بطفل قريبا. أما من يرى في منامه أنه يتاجر بالحليب فهو دليل على زيادة ماله وثروته، والفقير يزداد غنى وميراث. من رأى أيضا في منامه أنه يوزع اللبن ويسقي غيره، يدل ذلك على حسن تصرف الرأي وعلى سمعته الطيبة وحبه في مساعدة الغير. أما من شرب لبن الفرس، فلبن الفرس يدل على أنه يصاحب أصحاب المقام الرفيع وينال المال من ورائهم. فمن رأى بعد ذلك في منامه أنه يشرب حليب ساخن فهو رزق يأتيه بعد تعب، وبركة للرائي أو الرائي. أما الاغتسال باللبن الحليب فهو رزق وفير وبركة وحظ سعيد في الدنيا. فمن شرب اللبن من الأنعام فهو خير، ورؤيته محمودة، وماله حلال. ومن يحلب الناقة
ويشرب حليبها، وكان عازب تدل هذه الرؤية على زواجه بأمر الله. من يحلب الناقة ويشرب حليبها وكان رجلا عازبا فهذه تدل على زواجه إن شاء الله. أما من شرب من حليب الغنم فهذا دليل على المال الحلال وحكمة وعلم الرائي، حكمة وعلم الرائي. من شرب من حليب الغنم يدل على المال الحلال ويدل أيضا على حكمة وعلم الرائي، وربما تدل على ثبات قلبه على الإسلام أيضا وعلى الإيمان واقترابه من ربه. في شرب لبن النسر غلبة ونصر، لبن النسر شربه يكون غلبة للرائي ونصر على أعدائه وجاه وسلطان وقوة ونفوذ. أما ألبان الوحوش البرية أو الوحوش البحرية فهي تعني القوة في الإيمان. ربنا يرزقنا جميعا القوة في إيماننا إن شاء الله، ويرزقنا الرؤى الصالحة دوما وأبدا بأمر الله تعالى. تحياتي لكم.